عليكم سي عبد الجليل بودان. الله يخليك، اليوم انت تعرضتي للتعسف على حسب ما قلتي لنا فاش اتصلتي بينا. أيوة. وتم الحرمان ديالك من العمل ديالك. اليوم تقلع عليا رزقي يا اختي. علاش؟ ما قال لك ما تخدمش حيت داك النهار بالله قلت لهم ودي الدنيا موسخه فاش جيتو على غفله كيوروكم الناس وما كيبوش يوروكم دوك الحوايج الموسخين. فهمتي؟ اييه. كيروغوهم عليهم كيروغوهم انا تليتهم لقيتهم قلت لهم اجي تشوفوا هنا الزبل، اجي تشوفوا هنا حدا الجزاره. وحشاك الزبل الجزار خدام وواطيه الزبل. واش هذا ماشي ميكروب؟ واش هاد الناس كيشوفوا هاد الشيء شحال من سنه؟ وكيتعمدوا على الناس، هاد الناس راه ماشي ما عجبونيش انا. واش لا ضمير لهم. وفاش جيت نهضر دابا على الحقيقه جاو اليوم تهجموا عليا السلطات، هزوا لي الشاليمو ديالي، دوه لي انا وصاحبي وخلونا هو عنده ثلاثه الدراري. وانا باقي الله. ما عندكش انت ما عندكش غدير كيف هاد البلاد والو، ما عندكش انت شي مصدر رزق اخر من غير هاد العمل ديالك. غير هاد الشاليمو الموت. انا اليوم بديت في الموت، دابا بديت في الموت، خصني باش نركب. يلا شوفي يا اختي ها عبطي ها الصمت ما عندي ها قد سروالي ها بقنبة ها ندير مباشرة واخا أربعة عندي دابا صفرة في غنمشي. يلا يلا وريني وجا السلطات تهجموا علينا فاش حيدوا لكم الشاليمو. العيشة ديالنا حنا بغيتوها علينا وفين نمشوا؟ الله ينصر محمد السادس، الله يطول له العمر، الله ينصر سيدنا، الله يخليه علينا والحمد لله رب العالمين. هاد الناس راه مكرفصين علينا هنا بزاف، ما كيخلوناش فين نتلاهاو ونخدموا ولا شي حاجه، ما عرفتش بو منا نديرو. واش نمشيو نبيعو الحشيش؟ نمشيو للحبس نبيعو الشراب حرام؟ تلقاو عندك هجوان يدوك ب 20 عام تاع الحبس ولا بشحال باش كيصوبوا عباد الله. راه اللهم انا ضامن كره اختي. وفاش حيدوا لكم الاحتقار والحكره؟ وفاش حيدوا لكم الماتيريال؟ واش عطاوكم شي حل اخر؟ والو ما كاين شي حل، قال لك ما نشوط حتى واحد. وفين غيتشوطوا دوك الريوس اللي كيشريو الناس؟ الله يعلم الناس، راه عطينا لهم شي مشوط من السكره، شي مازال ما شوطنا ليه، شي عبدينا ليه السلعه عطينا ليه مسكين. وكاينين الناس مراض، كاين اللي عنده والديه مساكن عياني، كاين اللي عنده امه عيانه كيدير لها شي حاجه، ما غاديش تقدر تشوطوا في الدار. حنا مسهلين على المواطن هذه الخدمه، ماذا بهم نخدموا حنا؟ حنا الاولين يديروا لنا البلايص، حنا الاولين يكون عندنا العز. هما ما عاد تيشوفونا كنشوطوا يتسحبونا حنا حمير ولا اش كيتسحبونا هما. شي كلمة أخيرة؟ أنا كلمة أخيرة الله يهديهم، أنا ما نتابع حد، أنا شتا المنكر راهو تما الحفاري والماء والزبل حشاك والتمرميد والماء ما كاين، واحد الروينة يلعيدوا بالله. هما هما وحدة فاش واعري كيجوا يجروا على عباد الله ما يخلوهمش يخدموا. هادي منظفين النظافة عندهم، بنادم كينظفوه يحيدوه. في زعما الزبل في شكارتو يديه يخرجو، راه اللي مكلف هو اللي بغا يشطب. واش مسؤول؟ وقوم بالمسؤولية ديالك الله يرحم الوالدين.